بالكبار كابتن فاروق جعفر. يا مساء الانوار كابتن. مساء الخير وسهلا كابتن ضياء السيد. يا مساء الانوار. مساء الانوار كابتن. اهلا وسهلا. قبل ما نتكلم عن الثلاث مباريات بتوع النهارده استاذنا كابتن فاروق ناخد انطباع الكابتن ضياء السيد ما كانش معانا امبارح عن اداء منتخبنا الوطني امام الكونغو. امبارح المباراه ابتدينا بشكل كويس. عندنا مشكله كبيره جدا في حاجات كتير. نعم. منها بناء الهجمه، بناء الهجمه انتشارنا وحش، فتلاقي المسافات قريبه. الكونغو عملت حاجه امبارح وكانت واضحه طول الوقت، الكونغو بتضغط على طارق حامد والنيني طول الوقت، وفي نفس الوقت بتبقى محمود علاء وحجازي ضامنين، المفروض يفتحوا اكتر وطارق يروح نازل وسطيهم والباكين يطلعوا لقدام، كده الانتشار بيبقى احسن. لكن الباصه لما كانت بتتلعب ما بتحلش حد، ما بتضربش. عندنا مشكله في بناء الهجمه، في بطء وفي انتشار مش كويس. عندنا مشكله في الاستحواذ. اللي هيلعب منتخب مصر كره كويسه الاستحواذ، والاستحواذ مش هيبقى كويس غير بانتشارنا الجيد مع نقل الكوره. من السبب اللي مضيعنا في الـ في الـ في الـ ده هبوط مستوى عبد الله السعيد. عبد الله السعيد ما تحسش ان هو البلاي ميكر كعادته، بحس ان هو مهاجم تاني، دايما بيروح في مكان بيبعده على انه يكون هو البلاي ميكر. المكان اللي حوالين النني وحوالين طارق وتحت الثلاثه اللي قدام. فالمشكله بناء الهجمه، مشكله الاستحواذ اللي يخلينا دايما نبقى الفعل. احنا على طول معظم زمن المباراه احنا رد الفعل، فعشان كده بنبقى مضغوطين، لان اي فرقه زيمبابوي عملت استحواذ فبقينا احنا رد فعل بنرجع للدافع. الكونغو عامله استحواذ فهي متحكمه، هي اللي بتحدد الهجمه وهي اللي بتعد. جبنا اجوان، بس جبنا اجوان في فتره تالق فردي من تريزيجيه عمل اختراق وفات الكوره ثابته، رجعت لمحمد استلم كويس قوي ولعبها، لكن العمل الجماعي فاقدينه، وده مش هيجي غير لما نستحوذ، ومش هيجي من حاجه اهم كمان، ان احنا عمليه استخلاص الكره في وسط الملعب، الكره الثانيه على طول مش بتاعتنا. الكره الثانيه على طول اللي راجعه من الكونغو بتروح للكونغو، اللي راجعه من الديفنس بتاعنا بتروح للكونغو. فانت لا بتستخلص، انا بتكلم على كل ده ازمنه كبيره من المباراه، مش عايز اقول ان كل ال 90 دقيقه، لا ازمنه كبيره، ازمنه زمن كتير جدا من المباراه احنا ما بنسترجعش كابتن فاروق الكوره، ما بنستخلصهاش بشكل كبير جدا، متمثله بشكل كبير في الكره الثانيه. عشان كده احنا مش هتقدر تعمل هجمه منظمه وتكون انت الفعل وتحط الفرقه اللي قدامك تحت ضغط من غير ما تعمل استحواذ بشكل كبير جدا على الكوره. هتتحط في مواقف دفاعيه، مش كل مره هيحصل في توفيق والعارضه تشيل. فده ده ده مشكله بالظبط. فلازم يكون في انتشار جيد ويبان معالم لبناء الهجمه. مفيش معالم باينه لبناء الهجمه، بتحس ان الهجمه اتعملت بمجهود اثنين او ثلاث لعيب. كابتن فاروق خلينا في نفس النقطه اللي بيتكلم فيها كابتن ضياء. امبارح احنا بالفعل راحت كورتين من منتخب الكونغو وكورتين من اداء جماعي لمنتخب الكونغو. فعلا الهدفين بتوعنا كره ثابته، والثانيه طبعا مجهود فردي خالص من تريزيجيه زي ما حضرتك تابعت. كيف نتجنب هجمات منظمه تبنى على منتخبنا تنتهي؟ الحظ كان معانا بالفعل في كورتين لا قدر الله قد تنتهي في الشباك. طب اولا الكورتين اللي جم في العارضه، بعد اول كره جت في العارضه اتردت جبناها جول، الكره عملها محمد صلاح المحمدي جابها جول. الثانيه جت في العارضه وجبناها جول من عن طريق تريزيجيه، ده توفيق امبارح. ده توفيق. كان ممكن يبقوا في الشبكه، ممكن ممكن. لكن انت عشان نتكلم على الاستحواذ ونلعب بشكل جماعي لازم تلعب بفرقه بتلعب كده، يعني لازم عشان تبقى في جمعيه الاداء انت لازم هتشوف الفرقه اللي قدامك تلعب جمعيه الاداء، هما بيلعبوا اداء فردي. لكن احنا كان عندنا اداء فردي بالنسبه لنا جديد. يعني ده جديد يضيع علينا الاداء الفردي، احنا متعودين الاداء الجماعي، وكان عبد الله السعيد بيعملوا جمل. مظبوط. اما بدات اللعيبه ما بتشتغلش بالاداء الجماعي فبانت عندك، ودي كانت من صفات او من ايام كوبر كان بيلعبوا الاداء الجماعي، كنت بتلاقي نص الملعب والتسليم والتسلم بشكل جيد، الانتقال بيبقى بشكل جيد. لكن المباراه دي انا من وجهه نظري الاداء بتاع المنتخب هيكون افضل في الفتره اللي جايه،
لكن احنا عندنا مشكله قضيه هي اللي عامله المشاكل، ان انت المعدل البدني بينزل بعد 30 35 من الشوط الاول، بتلاقي المعدل البدني بتاعك وقع وبناء عليه انت مش متواجد في الملعب. تلاقي الفرقه بقى الثانيه التسليم والتسلم بشكل كويس جدا، بينتشروا بشكل كويس جدا، بيضغطوا عليك، ما بقاش عندك حلول. وانت بتتكلم على نقطه مهمه جدا، بناء الهجمه. محمد صلاح وتريزيجيه غصب عنهم يشتغلوا يبنوا هجمه، ان ما حدش بيبني لهم هجمه، ما حدش بيشتغل معاه يوصلهم للمرمى. يعني شفت تريزيجيه جاي من بره لجوه وعمل الجول لصلاح، قبليها تريزيجيه ما جاب الجول اشتغل مع ايمن اشرف، راح عامل الدبل باس وراح رايح جايب جول. صحيح. فالحاجات دي اما تلاقي فرقه منظمه. امبارح الكونغو ما كانش فريق منظم، يعني فريق بيلعب كوره عنده لعيبه بكره عشوائيه، الاوفرات يعني الكورتين اللي اتعملوا بالدماغ اللي جم في القايم او في العارضه بالدماغ، يعني كرات بتترفع بس من خلال عمل جماعي يا كوتش، بتروح الكوره على الطرف وتترفع، يعني بتروح على الطرف وتترفع، يعني بتترتب وبتتلعب احنا بقى يعني الكره خلاص بقت الاجناب تشتغلها كمركز لكل الاوفرات، الكره ادمت. دلوقتي محمد صلاح اللعيبه اللي بيلعبوا دلوقتي، او احنا شفنا النهارده الجزائر محرز بيشتغل على الطرف ازاي، يعني بيشتغل هو صانع الهدف، هو ماسك الفرقه، منظم الفرقه بشكل كويس جدا. التنظيم يا قضيه اهم حاجه، ما كنت قلت انت بتلاعب، انا قصدي كده. احنا عندنا مشكله، اللعيبه اللي في الملعب مش حافظين بعض ومش قارين بعض، والكفاءات والقدرات مش زي بعض. حتى لو انت بتقول على قدرات وكفاءات ممكن في اثنين لعيبه، لكن مش في كل اللعيبه كومباكت، ما فيش وحده واحده في الضغط في الاداء، خصوصا في الاداء الهجومي. صحيح. طيب احنا عشان جبت ست جزائر معانا، طبعا المعلق الكبير كابتن حفيظ دراجي طبعا اللي متعنا النهارده، حياة تعليقه. كابتن حفيظ مساء الانوار. مساء الانوار يا كابتن، ومساء الخير يا ضيوفك الاعزاء، ومساء الفل والنور لكل المشاهدين الكرام، سعيد جدا بالتواصل معك. يا رب يخليك يا كابتن، وطبعا الف مبروك بدايه النهارده للجزائر يعني. الله يبارك فيك، مبروك لمصر كذلك البارحه وللتوفيق. الله يبارك فيك. كابتن حفيظ عايز اسالك سؤال قد يبدو محرج قليلا يعني. لا ما فيش سؤال محرج يا كابتن. طيب. لو حبينا نحط مقارنه بين رياض محرز، محمد صلاح، ساديو ماني. لا مجال للمقارنه. طيب انا اسالك سؤال بالمقابل، ما هي المقارنه بين عبد الحليم حافظ وفريد الاطرش وام كلثوم؟ ام كلثوم، ام كلثوم، ام كلثوم وعبد الوهاب، ما هي المقارنه بينهم؟ ما هو الفرق بينهم؟ كلهم فنانين وكلهم رائعين ومتميزين. الكره والتمثيل والغناء والرقص وكل الفنون والادب كلها فيها خصوصيات لكل واحد، وكل واحد متميز فيه حتى ولو في نفس المجال. نفس الشيء بالنسبه لساديو ماني، بالنسبه لصلاح، بالنسبه لرياض محرز، تاخذوا كل واحد على حده، كل واحد عنده مهارات ومميزات وخصوصيات، وفي المجموع كلهم مهاريين وعندهم عشاقهم ورائعين ومتميزين ويصنعوا الفارق في نواديهم وفي منتخباتهم. اي نعم بالارقام، بلغه الارقام قد تقارن بين هذا وذاك. اليوم المقارنه بين ميسي ورونالدو، الناس قارنهم بعدد ألقابهم وعدد أهدافهم وعدد الهاتريك وعدد التمريرات الحاسمة وعدد البطولات، فهذه المقارنة. أما المهارة والبراعة فهي، فالكل عنده مهارات وبراعات. اليوم مثلا قد يكون رونالدو هذا الموسم أفضل من ميسي، السنة الجاية ميسي أفضل من رونالدو حسب الفورمة طبعا، وهذا وهكذا دوري. تمام. أنا طبعا كنت أقصد أدائهم في هذه البطولة. طيب يعني خلينا أسألك سؤال آخر كابتن حفيظ، هل من وجهة نظرك المنتخب المصري قدم ما لديه في المباراتين الأخيرتين؟ ليس كل ما لديه، لكن لا تنسى بأن الضغوطات اللي يعاني منها المنتخب المصري، الجماهيرية والإعلامية والنفسية والذهنية وحتى الفنية، كبيرة وكبيرة جدا، لأنه منتخب بلد منظم والأمر يتعلق بمصر، شاركت في كأس العالم الأخيرة وعندها محمد صلاح، عندها تريزيجيه وعندها لاعبين متميزين، فكل هذا يزيد عليهم ضغوطات. لو تلاحظ أدائهم في المباراة الثانية مختلف شوية عن أدائهم في المباراة الأولى. أدائهم في المباراة الأولى البعض منكم كان يقول زيمبابوي مش حاجة كبيرة، ولكن امبارح زيمبابوي أظهر بأنه منتخب محترم يعني. وفوز مصر عليه في المباراة الأولى في الافتتاح، وتعرف مباراة الافتتاح عادة دائما يكون فيها تعادل، أو منتخب البلد المنظم قد يخسر أو حتى يجد صعوبات. فالأمر بالنسبة لي عادي جدا، والمنتخب المصري بالقدرات اللي عنده أتوقع بأنه سيكون أداؤه في منحنى تصاعدي مع الوقت. نعم الضغط سيبقى النفسي والذهني الجماهيري والإعلامي، ولكن أتصور بأنهم سيتحررون كثيرا. شوف مثلا لو تأخذ تريزيجيه المباراة الأولى وتريزيجيه المباراة الثانية، الثانية كان أفضل يعني، سرح شوية،
صار متحرر اكثر فاكثر. احيانا كان يغطي على صلاح، هو اللي اعطى صلاح كره الهدف الثاني. فهذا دليل على انه المنحنى التصاعدي راح يكون فرديا او حتى جماعي. تمام تمام تمام، حبينا نطل عليك طله يا كابتن، وبنستمتع دايما بتعليقاتك عديد. الجميله، ونتمنى عديد. كل التوفيق للجزائر ان شاء الله ولمصر كذلك. شكرا جزيلا وبشكرك. شكرا كابتن حفيظ، اشكرك شكرا جزيلا. طيب انتوا اتكلمتوا عن منتخب مصر واحنا اتكلمنا عنه امبارح او امبارح، وعندنا لسه حوار اخر ان شاء الله قبل اللقاء القادم باذن الله، لكن خلينا ناخد اهم مباراه النهارده وهي طبعا الجزائر والسنغال. رايك في اداء الجزائر كابتن فاروق النهارده، وهل هذا الاداء يؤهلها الى ان تكون مرشحه للبطوله؟ انا شايف الجزائر مرشحه للبطوله قوه كمان. ايه مميزات ادائها النهارده؟ الجزائر غير اللي احنا نعرفها. الجزائر النهارده في اداء جماعي، اللعيبه البدنيه كويسين جدا النهارده، عندهم تنظيم في الاداء الناحيه الهجوميه الناحيه الدفاعيه. احنا شايفين فريق السنغال بقدرات بكم اللعيبه باحسن لعيبه موجوده مش عارف يوصل للمرمى بتاع الجزائر. عندهم نص ملعب قوي جدا، تغييرات كمان على اعلى، يعني تغييرات ما مش ممكن انت تطلع مساك يضيع ولعيب الارتكاز في نص الملعب تطلعهم اخر 10 دقائق. اما حس ان الكور العاليه بدات تروح للسنغال راح مغير السردباك، وما حس ان نص الملعب اللعيب هيطرد بتاع نص الملعب والفاولات كتير. بالماضي ادار اللقاء بالماضي حاجه ده عايش يعني عايش. وبعدين الهدف اللي جابوه كابتن مدحت، جمله يا كابتن، جمله دي الجمله اللي احنا بنتكلم ده الاداء الجماعي في سرعه مفيش طبعا في سرعه رهيبه. الراجل جري بالكوره من يوسف يعني رياض مشي وراح حاطط الكوره الباك رايت، باك رايت حاططها تحت، الراجل داس عليها ولا صربعه ولا توتر ولا داس عليها وحط وش رجله، حاجه يعني نموذج في الاداء وكلها من لمسه واحده، تصميم لاحراز الهدف طبعا. أنا بتكلم على السنغال برضك، السنغال فريق قوي لكن فريق مفكك، يعني قوي لكن مفيش ربط. يعني النجوم بتاعته مش موجودين في الملعب، قاعدين كل عملوا حاجة برضك، هي كانت مشكلة الفريق المصري، الكورة يمسكوها يحطوها في العمق في العمق. مهما بقى كان عندهم لعيبة مهارية ومهما كان عندهم لعيبة على مستوى عالي، الأداء ده اللي هو بناء الهجمة ما يخليش فريق السنغال طوال المباراة يجيب هدف. ما هي مباراة المستوى الأول يا كابتن فاروق بعد إذنك، مين يتفوق إنه يجر التاني الأسلوب؟ الجزائر خلى طوع السنغال بنجومها للأسلوب بتاعه، وفي وقت ما بقى عايز يحافظ على الهدف بقى عنيف، وده جزء ذكاء فطري كمان عند اللعيبة، بقى في عنف بشكل كبير جدا وغلاسه كبيره جدا يا كابتن مدحت. نعم طبعا السنغال ليها بينالتي مليون واضح مليون في المية، وممكن يكون في طرد معاه كمان، لكن لما الجزائر اضطر انه يلجا الى انه لازم يكون عنيف زياده عن اللزوم، في احيانا في حاجات كانت تستحق الانذار وكان ممكن يكون في طرد انذار تاني، لكن في تنوع شديد جدا في لعب الجزائر، عندهم زي ما الكابتن فاروق قال البدني عالي بشكل كبير جدا، لما يكون المنصور تاني مباراه الهاف اللي في وسط الملعب ياخد تاني مباراه اسماعيل بن ناصر، اسماعيل بن ناصر 21 سنه بيلعب في امبولي في ايطاليا، حاجه جامده جدا في نص الملعب، قوي جدا جدا مع ثلاثه قدام بيتحركوا بشكل كبير جدا، بغداد ونجاح ورياض محرز، هي مباراه تعتبر المستوى الاول، وانا بشوف انه ما زال الفرقتين مرشحين طبعا يعني يروح اول وثاني مرشح، لا كمان مرشحين انهم يوصلوا يعني هم هيطلعوا من مجموعه اول بالظبط، يعني هي المباراه تعتبر مستواها مستوى عالي. المنطقه دي يا كابتن فاروق بروح للسنغال، يعني النهارده فيها طبعا ساديو ماني، فيها دياو كيتا، فيها نيانج، فيها سليف ثاني، ده لعيبه لا كلهم. طب انا برضك هنقول على طول في لحظه فريق الجزائر اداء جماعي، فريق السنغال مش اداء جماعي فردي. احنا ماني الشوط الاول ما لمس الكوره ما كانش مظبوط خالص، الشوط الاول كوره واحده في اول الماتش وخلاص، اللي جاري بيها وحطها برجله الشمال بالظبط، غير كده ما عملش حاجه خالص. امتى فريق السنغال بدا يخش المباراه؟ طب ليه من وجهه نظر؟ يعني انا هل عدم توظيف جيد، هل هو نفسه ما لانه برضه هو مش ناجح مع المنتخب السنغال من فتره، هو ممكن اداؤه مع المنتخب اقل من اداؤه مع ليفربول.
بكتير بكتير. طب انا كان سؤالي هنا يا كوتش، هل المنتخب السنغال لو معاه كوتش اجنبي، هو معاه راجل وطني طبعا اللعيب بتاعهم المهاجم ده كان مهاجم لعيب بالظبط اللي هو اليو سيسي، هل لو معاه مدرب اجنبي تتصور، لانه الاسماء النادي اسماء جباره كويس لا تقل على الاسماء بتاعت الجزائر، هل محتاجين كوتشنج افضل ولا كل واحد في وادي؟ يعني وجهه نظرك. اللعيبه انا شايف فريق بصراحه يعني فريق السنغال بيلعبوا على مزاجهم، هم لعيبه كويسه جدا لكن اداء جماعي ما فيش، اداء جماعي ما فيش بعكس فريق الجزائر. يعني النهارده الجزائر كسبهم جماعيا، يعني الجزائر كان عنده حلول، حتى الهدف اللي جابه بجمله. لو شفنا السنغال بيلعبوا كرات اللي هي حتى التغييرات بتاع المدرب جه اخر خمس دقايق راح ملاعب اتنين طوال قدام، بقى بيلعب باربع مهاجمين. يعني ده انا وجهه نظري بقى، انا مدرب ورضا وضيا مدرب وحضرتك مدرب، ده فقر فني لمدرب ان انا العب اخر 10 دقايق باربع مهاجمين. يعني ايه العب باربع مهاجمين؟ يعني كلام مش. وعلى فكره لما لعب باربع مهاجمين كان الجزائر ممكن تجيب الهدف الثاني، الكره اللي حصل الانفراد والكره تولت من حارس المرمى وكان ممكن يجيبوا الهدف الثاني. لكن المدرب بما يكون دي المجازفه اللي في الاخر ده مجازفه، المجازفه يخسر للكور الطويله لانه الوقت قليل خلاص. ما هو ما انا بقول احنا دايما بعض اقول الكوره غير الملاكمه، الكرة عندك 90 دقيقة بقى 100 دقيقة دلوقتي بقى شرعا 98 دقيقة غير الملاكمة، الكرة لازم تلعب 90 دقيقة، فلازم انت تبقى موظف جهدك وتفكيرك وتركيزك في المباراة 90 دقيقة. صحيح. مش ممكن انت هتنزل عايز تخلص المباراة من بدري. يعني انا ضد مبدأ ان انا عايز انزل من بدري واخلص المباراة، ما فيش في الكرة كده. ما هتلعب 90 دقيقة من الملاكمة هتضرب واحد ويطلع ويشيلوه وخلاص وخلصت، لكن الكرة هتلعب 90 دقيقة. فلازم تبقى انت بتتعامل مع 90 دقيقة، يعني قبل ما تتعامل مع المنافس تتعامل مع 90 دقيقة بالزبط. ان انت تبقى موجود في الملعب، تبقى انت مسيطر مستحوذ كل الحاجات دي. فانا شايف في مشاكل للمدربين، احنا لغاية دلوقتي شايفين حتى من ضمن الفرق الفريق المصري في مشاكل المدربين، إدارة المباراة، الإدارة الفنية للمباراة. يمكن النهاردة أفضل إدارة للمباراة هو مدرب الجزائر جمال، هو أدار المباراة بشكل احترافي عالي جدا، بيوظف لعيبة، بينادي اللعيبة يكلمها، ما فيش توتر ليه، حتى لو هو توتر بيديهم باور في الملعب، لكن مش متوتر بقى ان هو او ما بيتكلمش، لا هو بيتعامل مع المباراه بشكل كويس جدا. من المؤتمر الصحفي امبارح لو تشوف المؤتمر الصحفي بتاعه امبارح تقول جمال نضج، و يعني بيسالوه صحفي سنغالي او صحفيه تقريبا التشكيل بتاعه، لا انا هقول لك على التشكيل السنغالي، فلان وفلان 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 هيلعب بكذا، وماني ما لعبش الماتش الاولاني هيلعب مكان كذا، وهيعمل كذا وهيلجا لكذا، فيعني مصحصح بشكل كويس. يعني هو قراءه المنافس. انت ما تيجي تتلعب المنافس انت، وحتى لو انت بتعمل تشكيلك او طريقه اللعب الاول تقرا المنافس بناء عليه هعمل تشكيلي. حته بقى ان احنا نقول ايه ده احنا التشكيل ده ثابت، ما انت مش هتلعب 90 دقيقه بتشكيل ثابت، انت بيجي لك حالات ان انت ممكن تلاقي عدد المهاجمين 4-5 وبيجي لك حالات تلاقي عدد المدافعين 7-8، ما فيش حاجه في الكوره. بتتعامل مع متغيرات المباراه، متغيرات المباراه نفسها. الكوره مش كيمياء، مش حاجه بتتحسس، متغيرات المباراه، متقدم بهدف، متاخر بهدف، عايز ازود هدف. هو ده المدرب بقى، وانا ثقافه المدرب ما تقدر تتعامل، تبقى عارف امكانيات لعيبتك، امكانيات المنافس طبعا. امتى هتضغط، امتى هتهجم، امتى هتجيب جول، امتى هتبتدي على الاطراف، امكانيات البدائل كمان. طبعا انا النهارده بشيد بالجزائر. احنا كان عندنا امبارح مشكله، لو انت عايز تطلع تريزيجيه لازم تلاعب واحد بيلعب نفس وظائف تريزيجيه، انت طلعت تريزيجيه ورحت لاعب ملاعب واحد بيلعب قدام المدافعين. انت حضرتك فاكر في هنا مع كابتن مدحت واحنا بنناقش القايمه، قايمة من اول الاختيارات ال 23 لعيب، كابتن مدحت قالك طب لما لو واحد فيهم طلع او واحد ما لعبش مين السرعات المختلفة، فانت بتفقد جزء كبير جدا من حيوية الفرقة، من شدة الفرقة. ان مفيش سرعات طبعا، فزي ما حضرتك بتقول احنا ناقشنا ده لو تفتكر، خلي بالك انت امتى مفيش اجنحة ومفيش سرعات. بالمقابل انت بتتفرج على الجزائر والسنغال طيارات طبعا، الاطراف طبعا، بس هنا الجزائر اللي بيروح ورا الكوره، وفي السنغال بيجري بالكوره. يعني هنا يبقى القراءه للمباراه والجمل اللي بتتعمل، احنا ما بيجوا يعلمونا يخليك تجري ورا الكوره،
ما يخليكش تاخد الكره وتروح. ممكن الباك ده احرف منك او بيقطع الكره او انت مش موافق، لكن لما بتروح بالكره حتى لو شفنا احنا طبعا ما عندناش الحقوق، الهدف بتاع الجزاء الراجل الباك رايت ما راحش حط الكره بس تحت بس وعارف ان زميله مكمل وعارف ان زميله ده مكمل ومنادي عليه وراح دايس على الكره وجايبها هدف. انا قصدي اقول البطوله دي برضك يعني طبعا هتخلي المدرب بتاع مصر بعد المباراة التالتة لازم هيغير من طريقة الأداء. أنا النهاردة عندي صلاح وتريزيجيه، مستحيل أو مش عايز أقول مستحيل، مش صعب إن أنت تخرج واحد فيهم، إن هما اللي شادين الفرقة اللي بيشدولك الفرقة لقدام، أنت في وقت محتاج تجيب هدف. لا قدر الله واحد يا كابتن، ما هو خلاص يبقى هو 23 في اختيارات الأولى، اختيارات الأولى اللي احنا كنا بنتكلم فيها في ال 23 واحد هو المسؤول. بس لن نبكي على لبن المسكوب بقى خلاص، ده يعني بس انت دلوقتي في الواقع النهارده، ده الواقع بالظبط، الواقع الواقع النهارده صلاح ما عندوش حد بيشغله كويس. وفي الواقع كمان لما تيجي عبد الله موجود ولا عبد الله كابتن ضياء، يعني عبد الله انا طبعا انا هو نازل، لا هو عبد الله يعني عبد الله لسه ما وصلش، احنا بنامل انه يرجع. هل له بديل في المجموعه اللي موجوده دلوقتي عبد الله؟ لا ما فيش بديل، ولا حتى كده. ولا حتى في غير البدلاء ولا من سنتين ولا ثلاثه عبد الله سعيد ملوش بديل بالظبط، ملوش بديل بالزبط. حاجه ثانيه، احنا النهارده لعبنا ماتشين بعدد من اللعيبه، المباراة اللي جاية دي انت لازم برضك تدي فرصة ناس تشوفها ان انت هتحتاجها بعد كده. احنا مش احنا ايدنا 23 لعيب بس، هنلعب مثلا ب 20 لعيب ب 18 لعيب ب 19 لعيب، لكن مش هنقدر اول مجموعة يا كابتن هتطلع يعني ما خلاص، ولا هتصطدم بالجزائر او السنغال. ما كويس يا كابتن انت ما عندكش مشكلة، صح انت بتتكلم صح، بس في حاجتين انت حضرتك قلتهم. قلت المعدل البدني بيهبط طبعا، يبقى انا محتاج ان انا ادي نفس المجموعة عشان المعدل البدني يزيد. وممكن بقى صح؟ المعدل البدني يعمل ارهاق طيب لبعض اللعيبه، ما هو وممكن تغير صح، لان اللي موجود مش كويس فتلعب اللي معاك في القايمه، يعني مش فارقه انه يعني ان في فروقات غير في ثلاث لعيبه او اربع لعيبه او اثنين لعيبه. انت واخد بال حضرتك؟ طيب ما هنا ونفس الوقت انت عايز تطلع اول مجموعه، يعني لازم احنا مالكش اختيارات في المنطقه دي خالص. المستوى اللي شفناه في الماتشين الاولانيين ما خلاناش نبقى مطمنين قوي ان اوغندا تبقى سهله. هتبقى سهله؟ لا يعني مفيش فرقه الى حد ما سهله. ما هو مع تفوق الكونغو في فترات كتيره من المباراه انت جبت جونين مصريين، ما هو انت بتلعب اوغندا، هل هنقدر نعتمد على 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 هذه القاعده وتامل للكوره؟ حضرتك عارف الكوره، لا انت ما بتيجي هتلاعب اوغندا يا كابتن مدحت الضيه، انت هتلاعب اوغندا عايزه تكسبك، ما عندهاش اي حل غير طبعا عشان تاخد اول مجموعه وتهرب من الجزائر او السنغال. فانت عندك فرصه ان انت تجيب عدد من الاهداف. انت عارف اللعيبه الافارقه الانضباط التكتيكي مش موجود عندهم، يعني احنا شفنا النهارده السنغال ما قلتك صح، لان ده حصل مع اوغندا وزيمبابوي وزيمبابوي ضاع منها الماتش. اوغندا حصل نفس الكلام اللي بيقوله كابتن فاروق بالظبط، وفتحت فتحت الملعب. فانت انت بقى اللي عندك الخبره، اللي انت اللي عندك الذكاء، انت اللي عندك الملعب بتاعك، انت اللي عندك الجماهير، انت عندك فرصه المكسب او ما تخسرش عشان تبقى اول المجموعه. فكل شيء كل شيء مهيئ ليك. انا بس بتكلم في نقطه مهمه، ان احنا المباراه اللي جايه لازم في عناصر، مش عايز اقول انا مش بفرض يعني، انا بقول وجهه نظري يعني وجهه نظري الفنيه، اللي في عناصر عايزه تبقى موجوده في الملعب تعرف تطور الاداء. انا مش بجيب موظف، انا عايز لعيبه تقدر. هل عندك القماشه دي في المختارين؟ هو ده السؤال. انا دلوقتي احنا ما بنتكلمش قبل الاختيارات، انا رايي دلوقتي اوريدي خلاص معانا اختيارات. رايك ايه بتقول يا كابتن؟ التطوير هيجي من المدرب نفسه على كل اللعيبه، ما اداش ال 11 بتوع الماتشين هيدي لل 10 اللي بره. انت فاهم قصدي يا كابتن؟ انا خلي انت الكلام اللي حضرتك بتقوله ده ان اللعيب هو اللي هيطور، يعني كابتن فاروق يطور وكابتن مدحت ما بيطورش، فانا هلاعب كابتن فاروق لانه هيطور اللعب. التطوير بيجي منه هو الكوتش. احنا عايزين عايزين نعمل دي، احنا لا لازم نعمل دي اصر في الاختيارات. انا بقول دلوقتي انت كلام عشان يبقى كلام، انت حضرتك قلت لي حاجه كويسه، احنا التشكيل انا بسال كابتن فاروق بقول له مش ممكن حضرتك مدرب تغلط في التشكيل؟ قال لي طبعا طبعا. قلت له تقدر تصلحه اثناء المباراه؟ قال لي طبيعي. قلت له لكن احنا دلوقتي غلطنا في اختيار القائمه. خلاص بقى دي ملهاش حل، بس احنا ده الواقع. ده الواقع. انا قدامي دقيقه، في الدقيقه دي عايز من حضرتك نص دقيقه تقول لي
اي حاجه حابب تقولها موجهه لمنتخب مصر؟ انا موجهه لمنتخب مصر ان انا المباراه اللي جايه العب، هو دي المباراه اللي عايزه اتنين ارتكاز. انا كنت ليا وجهه نظر مش اتنين ارتكاز خالص، ان عبد الله ضحيه الاتنين ارتكاز. انا بقول دلوقتي المباراه اللي جايه لازم اللعيبه تلعب عشان تكسب من بدايه المباراه، عشان لازم يحافظ على وجود صلاح، عبد الله، السعيد، تريزيجيه في الملعب. خروج اي واحد فيهم بيأثر على الفرقه، احنا شفنا اول ما حد بيخرج يا قضيه الفرقه بتتهز بشكل كبير جدا. معاك. ما انا اهم حاجه انه غرفه المعسكر تبقى هاديه وتخلص كل الكلام والرغي، يخلص النهارده بالليل ان شاء الله. وان شاء الله هنأمل انه انا مع الكابتن انه ما يبقاش في تغيير، لان انا عندي برضه ثقه تغيير عايز العب بال11 هم عندي ثقه انهم هيعلوا، مش ممكن هيفضلوا بهذا الشكل ثلاث ماتشات عشان تعلى، الماتشات هتشدهم ان شاء الله هيعلوا وهنروح اولا. ما عنديش قلق في ان احنا نطلع اول مجموعه وهنلعب احدى التوالت بالزبط. انا القلق من بعض الماتشين اللي جايين من دور الثمانية. طيب انا عايز اقول بس خبرين بسرعه. الخبر الاول انه يعني خرج اخبار من اتحاد الكوره ان غدا سيصدر قرار بالعفو عن عمرو ورده رسميا وعودته مره ثانيه للفريق. هذا كلام يتردد، ما هوش اكيد مليون المية، لكن بيتردد بقوه الان. الامر الثاني ان اللاعب اجاما يامي وهو مهاجم فريق مالي اللي هيلعب قدام تونس منذ حوالي ساعتين تم اقصاؤه من المنتخب المالي نهائيا. السبب ببساطه ان هو ضرب الكابتن بتاع الفرقه بالقلم. طب ضربوا ليه بالقلم؟ كان في كلام ان كلهم رايحين يحلقوا مع بعض، هو ساب المجموعه من وراهم وراح حلق قبليهم، لما رجع تناقشها ازاي ما ازاي قام ضربه بالقلم، استبعد من منتخب مالي الى غير رجعه وفقا لقرار المتحدث باسم المنتخب المالي. كابتن فاروق شرفت والله. حلق فين بس يا كابتن؟ عايزين نحلق له. كابتن ياسر عبد الله ربنا يخليك كابتن، اشكرك. اول مره في التاريخ اسمع ان حلاق السويس محمد صيام هو السبب. حقيقه يعني اشكركم واسيب حضراتكم بقى. لا ده احنا مع بعض بكره، متعود ان جمعه وسبت بقول احنا جاي، احنا مع بعض بكره بمشيئه الرحمن. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حلاق.